يريد يقول أن النبي تناشل من إشحاق. ترى عندنا روايات كثيرة أن النبي ابن إشحاق مو ابن إشماعيل، وإن كان هذا الرأي ما يقابل الرأي الثاني أن النبي جده إشماعيل الذبيح، لقوله أنا ابن الذبيحين، لأن أكو رواية أن الذبيح إشحاق مو إشماعيل. شايف؟ روايات مو رواية. زين، فبناء على هذا يعتبر عمه مو بالعمد الصلبي. شلون عبر بأنه أبوه؟ العرب تسمي العم أبا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وآزر مو أبو، أبو تارخ، آزر عمه، لكن القرآن الكريم يسمي العم أب، خصوص إذا الأب مات والعم هو كفل يسمى أب. أب يعبر عنه القرآن بأن أب، والعرب تسميه أب.